تمكنت الشرطة القضائية بأمن دائرة سدراتا من توقيف شبكة دولية تختص في المتاجرة بالكيف المعالج متكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثالث والرابع وبحوزتهم أكثر من نصف قنطار من القنب الهندي قادمة من البلد الجوار الغربي. الأشخاص المشتبه فيهم ينحدروا من الجزائر العاصمة. إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وفي عملية نوعية تمكن قوات الشرطة بأمن دائرة سدراتا أمن ولاية سقراص من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية مع حجز أزيد من نصف قنطار من المخدرات وبالضبط 52 كيلوغرام و 537 غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي مع توقيف 5 أشخاص في العقد الثالث والرابع من العمر وحجز مركبتين. عملية توقيف الشبكة الإجرامية كانت على مستوى إقليم دائرة سدراتا أين تم توقيف 3 أشخاص على متن سيارتهم إحداهما مخصصة كسيارة أجرة. بتفتيشها عثر بداخلها على 32 كيلوغرام و509 غرام من قنب الهندي. مواصلة للعملية وباستثمار بعض المعلومات المتحصل عليها من طرف المشتبه فيهم تم التوصل لهوية شركائهم في العملية والذين ينحدرون من مدينة الجزائر العاصمة ليتم التنسيق مع النيابة المختصة بتمديد قطاع الاختصاص الذي أثمر عن توقيف شخصين وحجز 19 كيلوغرام و928 غرام من المخدرات. باستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم عن جرم تكوين جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات قنب هندي من أجل البيع والوضع للبيع والعرض والحصول والشراء قصد البيع والتحضير والتسليم والسمسرة والنقل والتخزين والسير وتنظيم النشاطات المتعلقة بالمخدرات والذين سيحالون بموجبه أمام النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها. عميد الشرطة خلاف عز الدين رئيس أمن دائرة سدراتا أمن ولاية سقراط.